السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. دائما مع قضية هشام المختفي بمنطقة بوشفع إقليم التازة، ففي آخر مسجدات الأخبار اللي توصلنا بها واللي كتفيد أن هناك مكالمة من مجهول، يعني مكالمة هاتفية كتأكد أن هشام كان عنده واحد متسولة في برغون بمدينة الدار البيضاء. هذه المكالمة إخواني أخواتي فيها محاولة إبعاد المسؤولية الاختفاء الطفل هشام على المنطقة. فحسب جميع التصريحات فالطفل هشام تم اختطافه في محيط المنزل، واللي اختطفه قام بالتخطيط المحكم قبل العملية، والخاطف كيعرف معرفة جيدة وحضر وليمة العرس. فاليوم إخواني أخواتي التحقيق اللي كان مع الطباخة وكذلك العروسة اللي عطات المعلومات، يعني ديك المكالمات اللي كان فيها التهديد لديك الشخص اللي كتعرفه، كذلك التحقيق اللي كان مع أخ العريس، هادشي كامل يعني عملاته من طرف سرية الدرك الملكي بعد إفادة شهادة مول السيارة 207 اللي كشف المحققين أن أخ العريس بقى داخل السيارة يعني مدة طويلة، سيدخل ومخرج يعني مدة طويلة، حتى بدو يقلبو داز واحد المدة عاد خرج بدا يدير راسو أنه كيقلب، وهي معلومة كشفت عن صلة الصديق القديم ديال العروسة اللي كان هددها في مناسبات عديدة بإنهاء هذا الزواج بعد ما كان وعدها سابقا باعتزامه أنه غيطلب يدها من طرف عائلتها، لكن بسبب ذلك الخلاف بينهما لم يتم هذا الزواج، واللي خلاه أنه يلقي بالتهديدات متكررة حتى اليوم اللي علم به بخبر الزواج ديالها والعرس اللي تقام بمنطقة بوشفعة. فالزواج على أين إخواني أخواتي فهو قسمة ونصيب، قسمة ونصيب. فهذه كلها صراحة هادشي اللي وقع وهادشي التهديدات، وكنتمناو أن طفل هشام يكون مازال حي، هادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل. حتى ديك المكالمة الهاتفية من المجهول كتأكد أنه بمنطقة بورغون يعني مدينة الدار البيضاء. على أين؟ هذه بعض المعلومات أو التوضيحات حسب المعلومات اللي توصلنا بها. فالحمد لله المخزن يعني من سلطات محلية وسرية الدرك الملكي راه عامله خدمتها حتى تصل الى هذا المول فعلا. اكيد كيف ما ذكرت سابقا ان هذاك الصديق القديم ديال هذيك العروس اللي مازال متوارع على الانظار لحد الان، وهنا فين غيطير الشبه ان هو مقبل اختطاف ديال هذا الطفل. في الابحاث اخواني اخواتي والتحقيقات الماراثونيه اللي مازالت جاريه بعد التحقيق مع جميع الحضور اللي كانوا حاضرين يوم العرس واللي عطاو الاقوال ديالهم، كذلك تم التحقيق مع الاطفال القاصرين حسب المعلومه اللي توصلت بها لي كياكدوا انه كانوا 20 يعني طفل قاصر 20 شخص الاطفال القاصرين، وكلهم تم التحقيق معهم من طرف ضابط الشرطه القضائيه المتواجد بمركز الدرك الملكي بمنطقه بوشفعه اقليم تازه. يعني هاد ضابط الشرطة اللي متخصص في مثل هاد الحالات مع هاد القاصرين وبحث معهم وسولهم، وللأكيد راهم غيتوصلوا بمعلومة أنهم تفيدهم الوصول إلى مول فعلا. كذلك الشرطة العلمية اللي خدات يعني الأدئين ديال الأب ديالو يعني باش عسى وعلى أنهم يوصلوا هذاك مول فعلا، ولكن راه ما لقوا حتى شي حاجة إلا ديك الطريكو الأحمر اللي لقاوه، واللي تأكد فيما بعد أن هذاك القميص ديال واحد الطفل اللي عنده 5 سنوات. اخواني اخواتي فحسب الاقوال ديال مول السياره 207 اللي رجعنا للوراء يعني التصريحات اللي قام بها هذا مول السياره واللي اكد ان خو العريس انه ما نزلش من السياره ديالو لحظه اختفاء الطفل، هذا اللي خلى سريه الدرك الملكي يربطون اتصال به واستدعاء ولاد المركز على وجه السرعه. يعني اي حاجه كيشتابوا فيها فهما يعني كيستدعيوا هذاك الشخص باش يبحثوا عليه، يبحثوا معاه يعني يعطيو معلومات دقيقه عسى وعلى انهم يوصلوا الى
مول الفعل الحقيقي اللي قام بهذا الشيء، يعني اللي خطف هذا الوليد اللي مازال عائلته صراحه كيعيش واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف، الله يعلم الى الله سبحانه وتعالى. فحتى الشكوك اللي كتحوم حول خو العريس شريك هذاك الشخص في هذه العمليه ديال الاختطاف، خصوصا باللي غاب الطوموبيل وهو داير راسه كيقلب عليه، وانه كاين جوج احتمالات اخواني اخواتي، اما انه ضرب الولد وطاح ومات، او انه سلمه لجهه اخرى اللي هو مول الفعل المختفي. فالاكيد اخواني اخواتي ان الحقيقه عند خو العريس، لانه حسب المعلومات الوارده من منطقه بوشفاء انه هناك عداوة وانتقام عائلة العريس من عائلة أم هشام، وهذا الخبر لأكده مجموعة من الناس اللي كيعيشوا في ذلك المنطقة، وأكيد أن سرية الدرك الملكي كتحوم بعض الشكوك حول هذا خو العريس اللي ربما هو شريك في هذا الاختفاء أو شريك في هذه العملية، يعني حتى هذا مول الفعل اللي مازال مختفي، وهذه المكالمات اللي كنشوفوها يعني مكالمات مجهولة ربما تبشر بأن شخصا آخر هو من تسلم هذاك الطفل، يعني وداه لمنطقة بورغون، يعني حي بورغون من مدينة الدار البيضاء، وسلمه شي متسولة. هناك تجار في البشر صراحة كيحاولوا أنهم كيستعملوا الأطفال من أجل التسول. فكذلك إخواني أخواتي كنتمنى من الدرك الملكي أنه يتخذ إجراءات قانونية وصارمة، والبحث يعني يزيد في البحث والتحري مع صاحب السيارة 207 اللي جاب أهل العروسة، وكيفاش أن السيارة وقعت أمبان ومن بعد دمارات دون إصلاح. فهذا شيء غريب إخواني أخواتي، ويثير بجموعة من الشكوك، كل شيء مشكوك فيه إخواني أخواتي. يعني هذا لغز اللي مازال ما تمش فك ديالو، إلا هذا الشخص اللي مازال متورى الأنظار اللي هو اللي كان كيعرف هذيك العروس اللي كان باغي يتزوج بها. فكنتمنى انه يتم القبض عليه عما قريب. فالمسؤوليه اخواني اخواتي الاولى اللي هي على الام والاب، خصوصا ملي نزل من ديك السياره وكان عليه انه يعطي الولد الام يد في يد، لانه صغير وعنده عام وتسع شهور. السؤال المطروح اخواني اخواتي حسب الاقوال والتصريحات، فعلاش نزلوا في الارض ومشى كيهز الكادوات والحلوى؟ يعني ما عطاش شي اهتمام الابن ديالو، لانه يعني راه مازال صغير، يعني خلى عرضة للاهمال. هذا هو الخطا اللي عملوا هذا الاب. المهم كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يكون هشام بخير وعلى خير، ويرجع لحد الام ديالو اللي كمشتو الحاله النفسيه اللي كتعيشها، اللي كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. اكيد حنا ما بغيناش هذا الشيء يوقع يعني في بلاد المغرب، وكنشوف هذه الاختطافات المتتاليه في بلاد المغرب. واحد النقطه مهمه اخواني اخواتي اللي بغيت نثير لها انتباه، هو ان مجموعه من التعليقات اللي كتقول انني كنضرب في عرض العروس، ولكن اخواني اخواتي هذه الاخبار المعلومات اللي جات على اللسان بعض معارف الناس اللي كانوا حاضرين، وحتى الاقوال ديال هذه العروس اللي قالت انها كان كيجي المكالمات، يعني هادشي راه ماشي حنا جبناه من ريوسنا او لا كنحاولوا نخترعوه، انما هذه بعض المعلومات اللي توصلنا بها. فاكيد حنا بغينا نشوفوا الحقيقه، وبغينا هاد مول الفعله الا كان فعلا هاد الشخص اللي كان كيعرف هاد العروس واللي كان موعده بالزواج، ومن بعد حاول انه ينتقم منا انه يفرتك هاد العرس، بغينا يتخذوا فيه اجراءات قانونيه ويتم بحكم عليه بأقصى العقوبات، لأنه فعلا قام بهذا العمل الإجرامي اللي هو اختطاف واحد الطفل. وكنتمنى عما قريب ولد هشام والطفل هشام يرجع لعائلته سالما غانما، وهذا الشيء اللي كنتمنى من الله عز وجل. وأخيرا أعتذر إخواني أخواتي على كلمة العشيق، ربما بعض الناس اللي ما تقبلوش هذه كلمة العشيق. إخواني أخواتي حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، ولا تنسونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو باش دائما تصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.